أهلا بكم متابعينا في ركن الفنون، وهي واحدة من الفقرات اللي بنقدم فيها جمال الإنسان السوداني ومحاولة خلق الجمال حتى وإن كان هنالك معيق، يعني متجاوزا كل شيء يحاول أن يقدم نفسه بأبسط شيء يستطيع أن يقدمه جمالا واحتراما وتقدير. وبما أننا نحن في شهر مارس وده ما تحيز يعني والتحايا للرجل السوداني، بالتأكيد الحياة بتحتاج الرجل والمرأة، ولكن الشهر شهر خاص جدا علينا. وبما أنه نحن مخرجتنا الليلة أستاذة إسلام امرأة، ودي ما حاجة كثيرة يعني في السودان، يعني قليلات اللي بيمارسوا مهنة الإخراج بصعوبتها. زي ما شايفين الاستديو تجمل بأشياء جميلة، هي من الخيش أو من الشوالات اللي هي الشوالات العادية اللي ممكن يكون فيها مثلا الفحم أو ممكن يكون فيها القطن. شابتين من منزل، أنا أعتقد أن المنزل ده فيه روح جمالية ما عادية، استطاعوا أنه يوظفوا الخيش سواء كان محلي أو مستورد، وخلقوا لنا منه الإبداع اللي احنا شايفينه. أنا سعيدة جدا أستضيف الفنانة ياسمين عمر محمد والمبدعة بلقيس عمر محمد، باعتبار أنه مجالهم من أجمل المجالات اللي ممكن يعني يشتغلوا فيه الناس، أنه تخلط من حاجة يعني مثلا توصف بأنها هي رخيصة، يعني مزاهر و يعني زي ما شايفين نحن سلات وأشياء جميلة نحن بنحتاجها في حياتنا. والشخص اللي ما بيعرف يعني قيمة هذا الجمال عليه يعني يراجع نفسه. مرحبا بكم وشرفتونا. يا هلا بك، الله يخليك، تسلمي. أهلا على فكرة. أهلا بكم. طبعا بلقيس وياسمين أخوات، منو فيكم البدت بديتي أنت؟ ومن وين جيت الفكرة؟ كان أختي، من أختي الكبيرة. نعم، يعني هي قارية المجال ده، أنا أخذت منها كهواية. يعني أنا عشان كده سبحان الله قلت إنه يعني البيت فيه روح جمالية. طيب خلينا نقول المشروع وتحوله لمشروع ربحي، متين بدأ؟ طيب بدأ 2021 الصيف، بدينا نطلع منه الجمال ده كله بس. أيوة. السنة اللي فاتت بدينا نطلع، هو كان موجود أصلاً. نعم. لكن ما كنا بنبيع، يعني بنشتغل للأخوات للجيران وكده، لكن نعم. طلعنا فيه ربح 2021 يعني. نعم. طيب الكبيرة فيكم منو؟ أنا. طيب ياسمين، خلينا نتكلم برضو عن ليه قررتوا تطلعوا المنتجات لأنها هي تكون مطروحة للسوق. طيب أول حاجة نحن لقينا السوق بتاعنا السوداني ما بعيدين عن الخيش، فما كل الناس بتعمل خيش ومثلا تلبس سلة تعمل به مسهرية، يعني كان الشوال حق البصل حق الفحم حق القطن فقط يعني. فلقينا زمانك برضو ناس بيتنا بيعملوا الشنط الحاجات المناظر، فقلنا بنطلع السوق برضو الناس تشوفه وتستفيد منها وتخلق. أيوة. الظروف اللي احنا عايشين. أيوة. فيها يعني. فبجيت عن شغل جميل، خلينا نقول انه اسعاره. أيوة. يعني جدا يعني انا سألتها، ودي لكل السيدات يعني، دي مجموعة من السلات اللي هي ممكن تستخدم أو هي الغاية منها استخدامها لحفظ أدوات المكياج، سعرها جدا جدا يعني يعتبر يعني رخيص مقارنة للشكل الجمالي. 2000 يعني 2000 يا جماعة، وهنا بيظهر لنا الرسالية في العمل بتاع السيدات، إنه زي ما هم عايزين يعني يستفيدوا، لكن في نفس الوقت عايزين يقدموا منتج متهم بأنه هو غير جمالي. طيب يا بلقيس، خلينا نتكلم عن أشكال الخيش اللي أنتم بتشتغلوه، هل كله يعني أنا ذكرت أنه في جزء منه مستورد يعني، والفرق بين المستورد والمحلي؟ المستورد متقفل، والمحلي يعني فيه فرقات. نعم. الفرق والمستورد ملون والمحلي بيجينا بلون واحد سالة، يعني ما بخش فوق لون. نعم. لو احنا حبينا نلونه باللون وبيد اللون اسمه التفته.
يعني في السوق السوداني موجودة، الناس الكبار بيعرفوها يعني كلهم. نعم، كل المواد اللي انتم بتحتاجوا لها موجودة في السوق؟ موجودة. يعني ما قاعد تتعبوا في انكم انتم؟ لا والله، يعني كان في البداية الملونات الخشن الملون ده كان في السوق ما في. نعم، يعني وقت لقوا فوق وإقبال بقوا ينزلوه، يعني التجار بقوا يجيبوه. نعم، برضو كمان شغلكم يا ياسمين ممكن يكون فيه أو فيه واحد من أشكال السلوك المطلوب عالمياً، إنه إعادة تدوير المنتجات المختلفة زي القزازيات اللي هي أسي زي فازات، ودي طبعاً ممكن نأخذ فيها وردة يعني. أكيد طبعاً. أكيد. يلا القزاز برضو إحنا لو جينا راجعنا ده القزاز، وعلى فكرة برضو الفازات دي برضو إعادة بتاع التدوير، يعني ما هي جاية أصلاً للفازات. إحنا برانا فكرنا إنه ليه بدل نرجع الحناية تحت بيجيبوا فيها التياب وبيجيبوا فيها المرايات اللي هي اسمها خوصة البكرات. أيوة. نعم. هي بيسموها خوصة دائماً. نعم. الناس اللي بيبيعوا الحاجات دي، فقلنا ليه احنا نرجعها، ممكن نجيبها ونعمل بها فازات ونعمل بها حاجات غير الفازات. نعم، وكمان ممكن برضو المواسير القديمه شويه. اي ممكن برضو، لكن ديك بتكون رقيقه شويه. لا مثلا تستخدم في السباكه مثلا بيكون. أيوة. في باقي منها. أيوة. فبترمي يعني ما بيتم توظيفها. احنا حنرمي ثاني. يا سلام عليكم. ان شاء الله. طيب عايزين تصلوا بالشغل ده لوين؟ عايزين نصل لشنا؟ لوين يعني عايزين تصلوا؟ عايزين نصل انه احلامكم فيه. أيوة. شغلنا ده يصل لكل سيده في السودان وكل سيده في العالم ان شاء الله. نعم. ومن هنا انه يعرفوا انه شوال الخيش نعم. عنده قيمه كبيره جدا. صحيح. جدا ماديا ومنظريا، يعني نعم. في المنظر بتخطها حلوه برضه. ايوه. طيب انا قبل ما اسالك يا بلقيس، طبعا الناس لو رجعت للتاريخ العالمي بتذكروا الموقف اللي قامت به واحدة من أيقونات الجمال اللي هي مارلين مونرو. أيوة. لما قاموا قالوا لها يعني أنت جمالك هو عبارة عن ملابس من بيوت أزياء عالمية ومكياج وكذا، فظهرت لهم في واحدة من الاحتفالات أو واحد من المناسبات لابسة شوال خيش كان يستخدم لجمع البطاطس. فخلينا يعني من هنا نتكلم عن الفازات الطويلة دي، ممكن نستخدمها شنو؟ ركنيات للمكاتب يعني بالذات. لأنه أنتوا حتى اللون المخدينه شوية مأخوذ يعني بالذات المكاتب الرجالية، يعني الرجال ما بحبوا الأحمر البمبي. صحيح. يعني بتميز باللون البيجي البني. صحيح. يعني المكاتب كويسة شديد. نعم. طيب الحاجة المطلوبة عشان أنتوا تتوسعوا والتجارة دي تصل كل السودان وكمان برا السودان شنو؟ رغبة الناس في الحاجة. نعم. حجتهم يعني لو رغبوا ويرغبوا في الحاجة. يا سلام عليك. يعني الغل حيشجعونا. بلقيس جاوبت إجابة غير متوقعة. عفوا ياسمين. إجابة غير متوقعة، إنه عادة لما نسأل شخص أنت محتاج لشنو نقول محتاج للدعم المادي. إحنا الرغبة. لكن أنتوا محتاجين للرغبة. ودي تعتبر واحدة من قيم عمل المرأة. أنا اللي لغيت الحلقة دي من هنا حتكون عبارة عن مرأة يعني. لا لا إن شاء الله. طيب مدى إقبال الناس الآن لشراء المنتجات بتاعتكم؟ لا يعني ما شاء الله في إقبال يعني لها، فالطلبيات زادت مما كان بنعمل مثلا واحدة سلة ولا بنعمل بازة، ما شاء الله هسه بقينا يعني لا. في إنتاج يعني، لأنه هو كان لسه الناس ما كان بتعرفوا أصلا شوال الخشب بيعملوه ولا شنو. نعم. فكان عندنا معرض اشتركنا فيه من الحته دي، يعني طلعت شوال الخيش انه بيعملوا بها كده. نعم. المعرض ده كان شهري واحد يوم 20/1 اسمه السودان ارتقى للعالميه. صحيح. فلما اشتركنا فيه لقينا اقبال للحاجه دي يعني، فقلنا ليه احنا ما نقوم نطور اكثر واكثر يعني. نعم. فكنا بنشتغل حاجه واحده فطورنا من الشغل اكثر يعني. نعم. طيب بلقيس تكلمت عن انه التطور هو الآن واحد من أفكاركم الأساسية وإنكم أنتم تتحولوا لأنه إنتاجكم يكون أكبر. فالسوق اللي أنتم بتسوقوا فيه وين؟ يعني بتستخدموا السوشيال ميديا ولا بس عندكم مكان معين الناس بتمشي له؟ لا يعني عندنا في البيت السوشيال ميديا ما خشينا كثير، لأنه أصلاً كان بشتغل وبيتاخد طوالي. ما كنت محتاجة إني أنشر ولا كده. أيوة. لكن في الأيام الجاية إن شاء الله حأنشر، لأن لقيت إنه ناس كثيرين قلت ما تنشر الحاجات دي، توري الناس إنه دي في حاجات في السودان، في بنات يعني ما شاء الله بيشتغلوا حاجات زي دي. طيب يعني انتوا كأسرة بتشتغلوا مع بعض ولا فيكم واحدة بس هي اللي بتتعب؟
والثانية بتسوقها. لا هي زهرتين ونهاوة يعني. نعم. ياسمين هي متخصصة في الورود. صحيح. يعني هي عندها نظام معين للورود. خلينا نقول يا جماعة الورود دي كل شيء هنا يعني بيتم صناعته من لا شيء. يعني الورود دي ما جاهزة وما هم جابوها جاهزة وخطوها يعني بدوها من الأول. خلينا نقول إنه ياسمين تخصصت في الورود. ورود حسي على الوردة دي يعني كنت عايزة سكسك بني وما لقيت. نعم. استخدمت شكله. فكرت إنه ده بن. بن. قليته طلعت منه سكسك. يا سلام. ده اللي بيعملوه السيدات في حياتنا كلها. يعني إحنا بنحاول نلقى دائما حلول لاي معضله حتى لو نستخدم بن يعني. طيب يا بلقيس مهمتك انت شنو؟ انا مهمتي التغليف. يعني انا بحب اوزن المشمع كان مشمع داخلي وشو ولا الخشب يا برا. يعني هسه انا اي تركيبه هنا انا اللي مقيساها يعني وانا اللي ملصقاها. فالمهمه ثاني تحت الورود بنديها لياسمين. فعندنا اختنا معانا في البيت اكبر مننا الكبيره. ايوه هي الكبيره من اديها اسمها رحمه. رحمه. أيوة. خلينا اول حاجه نرسل لها يعني تحايا احترام وتقدير. رحمه عمر محمد وهي اللي ابتدرت العمل الفني الجميل في الاسره وبعد ذاك جات ياسمين اخذت منها. بلقيس انت تعلمتي منها؟ تعلمنا من رحمه ومن ياسمين. ومعانا حياه برضه. يا سلام. ايوه حياه. ايوه حياه دي مثلا الاعلام. ايوه احنا اصلا امي ذاتها كانت بتعمل الحاجات دي يعني انا يعني ما غلطت لما قلت البيت فيه روح جماليه. ايوه ايوه اخذناه من امنا اصلا. انا بوعدكم انه احنا نجيكم زياره في بيتكم. انا متوقع انه بيت لا لا احنا حجينا زياره عندنا معرض ان شاء الله يوم الجمعه. نعم. ايوه في الحوش ام درمان شارع النيل. نعم. اسمه صنعه في بلاد ان شاء الله. انا عموما يعني قاعده اكون حذره جدا انه اقوم اعلن لمعرض او كذا لانه طبعا بالتاكيد يعني لكن انا حدعم المعرض بكل تاكيد واسلام حتدعمه والشباب اللي معانا في الاستوديو لانه احنا محتاجين محتاجين انه نقدم ما تنجزه انامل حواء. طيب المجال ده في ناس بيشتغلوا بالتاكيد في نفس الحاجه يعني في الخيش وكذا. انتوا حاولتوا تتميزوا عنهم بشنو يا ياسمين؟ يعني انا حسي مشيت السوق في شغالين الورود دي لكن ما نفس الطريقه. يعني هم مشتغلين الغرطاسه مشتغلين السله لكن ما حبوا انهم يشتغلوا الورده بالخيش ذاته. نعم. يعني انا ميزت شغلي بالورده بتاعت الخيش. بتتكلم عن تخصصي وتتميزت عشان يا بلقيس. نعم. انا والله تميزت برضه يعني جبت لها الفكره بتاعت التلبيسات بتاعت اللي هي المناديل. صناديق المناديل. ايوه صناديق المناديل يعني بجد. نعم. فكنا بنشوف صندوق المنديل ورق الورق ولا حاجه تكون مصنوعه بترجع بعدين الورقه وموضوع الهناية بيكون انتهى خلاص. نعم. فقمت قلت لهم احنا ما نعمل سله نعمل هناية بتاعت مناديل. فدي فكرة بعدين تقيل يعني طبعا هو في بعض المؤسسات يعني اللي هي او في بعض المحلات بتلقي يعني زي الحاجات دي جايه مثلا من دول او مستورده. أيوة. لكن بيختلف يعني هو اسيده تقيل يعني انا متاكده انه حيعيش لفتره. أيوة. طويله. انا تكلمت عن قصه مارلين مونرو لكن خلينا نقول الخيش هل ممكن نستخدمه في الازياء؟ ممكن. انا جبت خيش ده كنت عايزه اعمل بوي سكيرتي لقيت انه بيشتغل لي ورود. نعم. انا كنت اشتريته من السوق جبت ده قال لي الخيش ده حاسه لو طقيته بالجمبري ممكن اعمل سكيرتي. نعم. اختي قالت لنا كان زمان في جلالب بتاعت خيش بيدخلوا فوق الخيش يعني بتخش. نعم. بتخش يعني في حاجات كثيره ما اخلي المناظر وكده. ممكن حتى الاساس يعني ممكن يستخدم في الاساس. أيوة ممكن. أيوة. وممكن يستخدم كلوحات. صحيح. عندنا من لوحات عاملينها كورود ياسمين دي ذاتها فعاملين منها زي لوحتين كده يعني ده شغل للبيع الاول. نعم. يعني طيب في الازياء اي نوع من انواع الخيش الممكن يستخدم اللي هو المحلي ولا المستورد؟ المحلي. المحلي هو الين شويه. أيوة. او الين وذاته ممكن انا البس بيه جوا يعني بيشتغل لي عادي في الملبوسات لكن المستورد ما بيشتغل لي لان المستورد اصلا يعني داخل فوقه بلاستيك. ما زي الحاجات المحلي ده. يعني خلينا نقول انه الاجود المحل. المحل طبعا سوداننا. يعني انا والله الليله الحلقه دي فيها انجازات سودانيه مهمه جدا انه نحن الليله بنعرف الناس. والله يا جماعه شوالنا اللي بنرميه ده بتاع شوال الفحم ممكن يستخدموه طبعا ممكن يتغسل صح؟ لكن احلى حاجه يستخدموا حق البصل وحق القطن. اكثر حاجه احنا بنشتغل هسه حاليا كده بتاع القطن. نعم. ايوه لانه بتاع القطن ذاته وهو بيجيك ما القطن بيكون نظيف.
صحيح، فانت بترجع ثاني انك تنظفيه، لكن ممكن احنا نوظفه في البيت يعني. طيب. ممكن أيوة. انا حقيقه شاكره لحضوركم معنا، وشاكره للجمال اللي انتم وضحتوه واضح جدا داخل الاستوديو، وللروح الطيبه اللي انتم يعني خليتوها حاضره في الاستوديو، وللاحترام المتبادل بين الاخوات يعني. وتحيه للاسره يعني اللي ربوكم واحسن تربيتكم وعكسوا هذا الامر سلوكا بيناتكم، وابداعا وجمالا لنا، محظوظين بكم. شكرا بلقيس عمر محمد، وشكرا ياسمين عمر محمد ورحمة واختكم الرابعة وحياة وكل من له علاقة في انه هؤلاء البنات انه يكونوا بهذا الابداع والجمال. نحن خلينا نقول دي واحدة من الأعمال اللي ممكن تكون بداية خير على أسرة وبداية جمال على السودان كله، إن استطعنا توظيف يعني هذا الجهد داخليا وعالميا. في يلا نبدأ، إحنا بنحاول نقول وهي واحدة من الفقرات المميزة في 24 جراد إنه تستطيع أن تبدأ، وهنالك دوما مساحة للبدايات الجديدة، وليس فقط بدايات يعني، هذه البدايات قد تكون هي جزء من أغراض التنمية المستدامة، قد يكون هذا الجهد لأسرة أو لفرد أو لمؤسسة. يلا نبدأ نتابع ونعود مرة أخرى، كونوا معنا.